هنتكلم النهارده عن النجاح الرخيص. تعالوا بقى لما نشوف مع بعض ايه هو مفتاح النجاح. بيقول لك عزيزي المشاهد، كان في واحد اسمه جون فوستر. جون فوستر ده كان مشرف في مصنع للخزف، وبالمناسبه الخزف ده هو حاجات عامله زي الانتيكه كده او زي الفازات اللي بتشوفوها دلوقتي. المهم المصنع ده كان بيحقق نجاح كبير جدا، وده كله كان بفضل الابتكارات والتركيبات الخاصه اللي كان بيعملها رئيس المصنع ده، وكان بيحتفظ بالسر بتاعها وبيعمل التجارب بتاعته الجديده كلها في معمل صغير، والمعمل ده ما كانش فيه حد بيدخله نهائي غيره هو. المهم عم فوستر ده كان هيتجنن وبأي طريقة كانت ان هو يعرف الاسرار دي ويفهم اسرار المهنة دي ايه. وفي يوم من الايام وعن طريق الصدفة وقع في ايده كراسة صغيرة موجود جواها كل التركيبات والاسرار بتاعت رئيس المصنع. الصدفة دي بقى جت ازاي؟ رئيس المصنع كان مستعجل جدا وكان في ايده الكراسة دي ونسيها عن طريق الغلط على المكتب بتاع فوستر ده. المهم فوستر ده فرح جدا 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 وعرف ان هو حظه هو اللي جاب له الكراسه دي لحد عنده، وبالنسبه له ده كان كنز كبير جدا ما يتقدرش بفلوس. وفعلا مسك الكراسه وكانه مسك كنز ما بين ايديه، هو ده مفتاح شهرته ونجاحه في عالم الخزف. وبالنسبه له طبعا الوقت ده كان كفايه جدا ان هو يقدر ينقل الكراسه دي كلها بره. وفعلا ابتدى في ان هو يكتب، او بمعنى اصح ابتدى ان هو ينسخ الكلام من الكراسه اللي نسيها رئيس المصنع لورق تاني بره. بس المفاجاه هنا انه في نفس الوقت اللي بدا فيه ان هو ينسخ الكلام ده، قام جواه صراع عنيف جدا ما بين فوستر الخزاف اللي بيحلم ان هو ينجح ويتشهر على قفا صاحب المصنع ده، وفوستر الانسان صاحب المبادئ اللي بيخاف من ربنا سبحانه وتعالى. وكان صراع قوي جدا عزيزي المشاهد، تحس ان هما كانوا اتنين بيتخانقوا، واحد واقف على اليمين وواحد واقف على الشمال، انقل في الكراسه دي بسرعه والتاني بقول لك حرام وما ينفعش. والمفاجاه بقى هنا ان فوستر حط الكراسه دي مكانها، واخيرا انتصر صوت الضمير وابتسم وكان فرحان جدا، ودي كان اسمها ابتسامة الرضا، وشكر ربنا فعلا ان هو بعده عنده. عزيزي المشاهد المفاجأة الاكبر ان هو تاني يوم اعترف لرئيس المصنع باللي هو كان ناوي يعمله، ورئيس المصنع فعلا سامحه وفضل زي ما هو جون فوستر مشرف في مصنع للخزف. وبالفعل حياته ما اتغيرتش لاي حاجة خالص، واكيد طبعا زمانه كان بيضرب نفسه 30 شبشب ان هو ما نسخش الكراسة دي، بس في الاول وفي الاخر هو اختار الصح. عزيزي المشاهد العبرة بقى هنا ايه، او الحكمة بتقول ايه؟ ان ممكن شخص ينجح في مجال معين بطرق او باساليب ملتويه ما ترضيش ربنا، والنجاح ده هيبقى قايم على الكذب والغش وحاجات تانية كتير. خليكوا واثقين دايما يا جماعه ان النوع ده من النجاح ما بيكملش وما بيدومش، وفي نفس الوقت ما بيكسبش احترام الناس التانية، والطبيعي بتاعه ان يكون مصيره من النجاح الزايف ده هو الفشل في النهايه. يا جماعه انتوا النجاح بتاعكم بيكون طعمه حلو جدا وبيديلك كل السعاده الحقيقيه اللي انت بتتمناها، بس لما بيكون النجاح ده التمن بتاعه اجتهاد. في مقولة جميلة جدا بتقول الفشل الشريف خير من النجاح الرخيص. في نقطة مهمة قوي يا جماعة، كل واحد مننا ربنا سبحانه وتعالى اداله حاجة، او بمعنى اصح اداله هبة، حاجة هو قوي فيها او بيعرف يعملها او بيعرف يستغلها. مش كل الناس زي بعض. الاغرب اللي الواحد بيشوفه الفترة دي، واحد شاف مغني صوته وحش بس اتشهر وبقى معاه فلوس، كل الناس بتجري وعايزة تبقى مغنية. واحد شاف محل فاتح او مطعم بيكسب كل يوم كويس، كل الناس اللي حواليه بتفتح نفس المطعم في نفس المكان. انا ما بقولش انك ما تاخدش قدوه ليك، او يكون في حد انت شايفه عايز تعمل زيه وتقلده في حاجه كويسه، بس المهم انك ما تقلدش تقليد اعمى وانت مش فاهم انت بتقلد ايه وليه وازاي. والاهم من كل ده انك لازم تتعلم، يعني بمعنى اصح لازم تجتهد وتفهم انت رايح فين وبتعمل ايه، وتتعب وتسعى علشان خاطر تحقق حلمك. مش بتيجي بالبركه، ايه ده اصل ده ناجح فانا لما اعمل زيه هنجح زيه. هي مش ماشيه كده خالص. اتعلم الاول واجتهد وامشي في طريقك ناحيه الحاجه اللي انت شايف نفسك ناجح فيها، عشان في الاخر خالص توصل للسعادة الحقيقية من ان انت تاخد تمن الاجتهاد بتاعك على مدار الوقت اللي فات. النجاح ما بيبقاش ما بين يوم وليلة، بيبقى تعب وشقى وسهر، وفي الاول وفي الاخر بيبقى تقدير ربنا سبحانه وتعالى. وطبعا مش محتاج ان انا اقول لكم عزيزي المشاهد، لو عجبك الفيديو لايك وسبسكرايب وشير، وشكرا بجد على دعمكم ليا يا جماعة.